هزت جريمة غريبة في دوافعها كافة مواقع التواصل الاجتماعي الأوروبية وحتى العربية. بطلتها شابة عراقية تسكن ألمانيا، حيث أفادت شرطة مقاطعة بافاريا الألمانية بأنها تشتبه في أن شابة ألمانية من أصول عراقية تبلغ من العمر 23 عاما أقدمت بمساعدة شريك لها على قتل شابة تشبهها. هنا سينثار هذا السؤال، ما الغاية من إقدامها على فعل مثل هكذا جريمة قتل رتبت لها بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ أيضا من العمر 23 سنة؟ طبعا الإجابة على هذه التساؤلات حيث توصلت إليها الشرطة الألمانية أن المحققين أكدوا أن المشتبه بها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية وأرادت ادعاء وفاتها زورا لتتمكن من ذلك. وأيضا شرحت للشرطة أن الشابة الألمانية العراقية بحثت هي وشريكها على الإنترنت تحديدا عن امرأة تشبهها حتى تقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها. طبعا أضافت الشرطة أن المشتبه بها توصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات بإيهامهم بتقديم الوعود الكاذبة لهم. طبعا كانت تتواصل وياهم على الحسابات الخاصة بها عن طريق السوشيال ميديا وكان لأكثر من فتاة بحجة اللقاء بهم وتقديم لهم الوعود الكاذبة. طبعا هذا الموضوع اللي صار مشاهدينا الأكارم كله كان يجري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد ما التقت هذه الشابة العراقية بالشابة اللي تشبهها قامت بقتلها. طبعا كل هذه الأمور هي بها رسائل تحذيرية إلى كافة الشباب وحتى الشابات بعدم التواصل مع الغرباء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نقرأ جزء من التعليقات. هدى قالت: من أجل هذه الأسباب أيضا السوشيال في أوروبا يأخذ الأطفال من أهلهم، هذه كانت عدهم إذا عدهم مشاكل عائلية، وإذا كانوا لا أيضا يهتمون برعاية الأطفال. طبعا بعد ما ينبهون الشرطة العائلة لعدة مرات، وإذا العائلة ما استجابت حين ذاك يأتي واجب الدولة بأخذهم من عوائلهم وتربيتهم في مراكز خاصة بها. أما فيزا اللي قالت: بلا بس ركزوا لي في إذاعة الخبر، أوبرا نيوز تقول يقولون ألمانية قتلت جزائرية وأيضا للشبه الكبير بينهما، وأنتم هنا تقولون عراقية، طبعا راح نصدق مين ونكذب مين؟ والله حيرتونا، أرسوا على بر. أما هيفالي قالت: إن شاء الله ما يطلع أحد يشبهني. إذا مشاهدينا هذه كانت جزء بسيط من التعليقات اللي تابعناها بهذا الخبر.